ماري وألن والدان يعملان بدوام كامل، واجها تحديات خلال حياتهما من خلال تربية ابنتيهما. سارة الحساسة والودودة البالغة من العمر 11 عاماً، وأختها لورا النشيطة والرقيقة البالغة 6 أعوام، والتي ولدت مصابة باضطراب عقلي. تعيش ماري وعائلتها في هذا المنزل الواقع في الضواحي والمكون من طابقين. هناك الكثير من الغرف، لكن مع احتياجات لورا الخاصة يجدون أنهم بحاجة إلى المزيد. هذه هي فرصتي لأعرف المزيد عنكم كعائلة. لنتحدث عن لورا أولاً. إنها في المدرسة اليوم. تحدت لورا المستحيل مدة طويلة. عندما ولدت لورا كانت تعاني من الكثير من المشاكل الصحية، واعتقدنا في الكثير من الأحيان أنها لن تبقى على قيد الحياة. مرضها نادر جداً، وقيل لنا إن لورا لن تمشي أبداً أو تتكلم، وإنها ستبقى في حالة خمول، لكن مع التدخل المبكر والعلاجات التي حصلنا عليها لم تتكلم فقط، وإنما تغني وتصرخ. أمي! تقوم بالكثير من الأشياء التي قيل لنا إنها لن تقوم بها. WX YZ أعرف الآن أبجديتي. ألن تغني معي المرة القادمة؟ طبعاً. إنها متأخرة عقلياً، عمرها 6 سنوات وتفكيرها كتفكير طفل عمره 2. إنها مخربة، ترمي كل شيء موجود أمامها، لكن ليس بطريقة عدوانية. إنها تنفعل فقط وتصاب بالتوتر وتمسك شعر أحدهم إذا كانت منفعلة. تعرف أنها قامت بخطأ ما. المشكلة هي أنها لا تستطيع السيطرة على نفسها. طلبت مني هنا القدوم لإلقاء نظرة. أخبرتني عن لورا. أي يمكنك أن تصحبيني في جولة هنا؟ تفضل، هذه غرفة جلوسنا. نجري هنا الكثير من الجلسات العلاجية للورا. يعمل المعالجون الذين يأتون إلى المنزل معها على الأرضية، والكثير من أدوات الأنشطة التي تقوم بها في تلك الخزانة. هل هذه جميع المعدات الخاصة بالعلاج، أم هي أيضاً ألعاب وأشياء كهذه؟ يطبق جزء كبير من العلاج من خلال اللعب، لذا ليس الأمر بغاية الصعوبة بالنسبة لها. تحتاج أموراً كثيرة، لكن لا مكان لها. لدي فكرة، هل غرف النوم في الأعلى؟ أجل، لدي عائلة مثالية، لكنها مقيدة جداً ولا يمكنني حتى الذهاب إلى السوق. زوجي يأخذ سارة في عطلة هذا الأسبوع، وأنا أخذها في عطلة الأسبوع القادم، وتبقى لورا في المنزل. إذن؟ نحن نتفرق دائماً. أيمكن تركها وحدها في الغرفة؟ ما من أمل بتركها وحدها في غرفة لأكثر من 6 ثواني. سأعود على الفور. ابدأ العد. 1، 2. سارة، كيف تبدو لك سلوكيات لورا؟ لا أقضي بالفعل وقتاً كافياً مع والدي، لأنها دائماً توقع شيئاً ما وعليهما أن ينهضا ويعالجا الأمر. إنها رائعة معها وتتحلى بالصبر حتى عندما تؤذيها لورا، تستمر باللعب معها. تشد شعري طوال الوقت وهذا يؤذيني، ومع ذلك فأنا أصبر. لابد أن الأمر صعب أحياناً، ولابد أن تكون لديك أحاسيس كثيرة بين الحب والغضب. أحب أن تكون لورا أختاً لي، لكن أحياناً لا أتمنى ذلك لأنها تصيب الجميع بالغضب، وهذا شيء مزعج. على كل حال، أنا لا أستطيع أن أكرهها. هذه غرفة سارة، مخزن خيولها. هذا مخزن خيولها؟ يبدو أنها ملعة بالخيول. كثيراً. لديها غرفة جميلة، تحتاج فقط إلى المزيد من مساحة التخزين لتتمكن من إحضار 200 حصان إلى هنا. أثناء وجود الموسيقى والرقص في المنزل، هل هذا وقت ممتع لك لتكوني به مع لورا؟ إنه ممتع بالفعل، لأنها تكون أكثر هدوءاً. إنه حافز حقيقي لها، نستخدمه كي تقوم بحل واجباتها المدرسية أو بالعلاج. نقوم دائماً بترديد لحن وتستجيب له. أنفقنا كل ما نملك على العلاج وسددنا ذلك بالكامل. لا أريد أن أشعر بالذنب لأنني لم أحاول منح لورا كل شيء تحتاجه. إنه أمر صعب جداً، فكل جلسة علاج تكلف 100 دولار بالساعة، وأنا لا أجني 100 دولار بالساعة. تجري لورا جلسات علاجها في غرفة الجلوس، لذا يتوجب علينا البقاء هادئين والحركة بحذر في المكان حتى لا نصرف انتباهها. نحتاج مكاناً تتعلم به بهدوء دون أن يزعجها أحد. هنا إلى الأسفل لدينا غرفة التسلية في القبو والمرأب والساحة الخلفية. ألديك باب خلف المرأب؟ نعم. أستطيع أن أرى؟ تفضل. وهذا هو المرأب. رائع.
لا تستخدمون المرأب لإيقاف السيارة إذن، ذلك هو جدار غرفة النوم. إنه رائع، مكان مفتوح. لنرجع إلى الداخل. تفضل. لا أريد أن يكون لأي شخص انطباع بأنها تشد شعر الآخرين طيلة اليوم وتؤذي الناس. لا أعتقد أننا نمضي وقتاً عصيباً لأن ذلك أصبح جزءاً من حياتنا اليومية. أحبها كثيراً لكنها تؤذيني ولا أعرف السبب، لكن لا يمكنني البقاء غاضبة منها، فهي أختي. عندما تتقدم بالعمر تقدر الحياة أكثر. اقرأيها. لام واو را ألف لورا. عندما نكون في المنزل تكون مخربة جداً وهذا مؤلم، لكن عندما تستيقظ في الصباح وترى أنها تتنفس وسعيدة عندئذ لا يهم أي شيء آخر، فعلاً لا يهم. ذهبت إلى المنزل اليوم وصدمت كثيراً لأنه لا يوجد مكان بالواقع للورا. أعتقد أنني أستطيع دمج المرأب بالمنزل. يمكن أن أضع له مدخلاً وأستطيع صنع غرفة علاج للورا، وستكون آمنة أيضاً بحيث يكون كل شيء فيها رقيقاً حتى يكون بمقدورها أن تلعب. أعتقد أنها ستخفف الكثير من الضغط على هذه العائلة. إن هذا الأمر يعتمد عليك بالكامل. لا مشكلة، لأنه بالنسبة لي لن يكون هناك أي تحديات، فهذه العائلة مترابطة جداً. لكن ما أود القيام به هو قضاء بعض الوقت مع سارة، لذا أخطط للخروج معها ولدي بعض الأمور الأخرى. أنا متحمسة لهذا. يبدو أنك ستقضين وقتاً رائعاً. أتمنى ذلك. سأتركك مع مصممين لتمضي يوماً. ما رأيك بهذا؟ أنت مجنون. رائع. لورا عمرها 6 سنوات ولديها تفكير طفل عمره 2. لا أقضي بالفعل وقتا كافيا مع والدي لأنها دائما ما تبقي شيئا ما على الأرض. إنها تشد شعرها بشكل دائم وتتحمل الكثير. أيها الرفاق، هذه هي الخطة. أستطيع أن أرى أنه لديكم قليل من المشاكل هنا بسبب علاج لورا. تحتاجون بالفعل إلى مساحة أخرى لها. لذا بعد أن رأيت أنكم لا تستخدمون مرأبكم للسيارة، أود استخدام ذلك المكان لجعله مكانا تستطيع لورا الذهاب إليه واللعب فيه. سنقوم بوضع الأشياء هنا حتى تكون آمنة. يمكنها أن تكون هناك دون أن تشعر بالقلق عليها، لكن يمكن أن تخدمك أنت أيضا يا سارة، حيث إنك تستطيعين الذهاب إلى هناك أيضا. أعتقد أنكم تستطيعون البقاء في أماكن خاصة بكم. أعتقد أن وجود غرفة للورا سيحدث تغييرا كبيرا في العائلة. إنه أمر رائع. عادة بهذه اللحظة أخرج كمبيوتري وأضع مخطط التحديات للعائلة، لكن لديكم نصيبكم من التحديات. أريد أن أسلط الضوء عليك سارة. أعتقد أن الغرفة التي سيصنعها سكوت للورا رائعة، لكنها أيضا الغرفة التي ستقضين بها الوقت مع لورا وتلعبين معها. سأتركك مع المصممين لقضاء يوم بالتسوق حتى تشعري عند ذهابك إليها بأنك جزء منها أيضا. لا تملأ الغرفة بالخيول. تحتاج سارة إلى الاهتمام لكنها لا تحصل عليه، والتركيز دائماً على لورا، لذا من الرائع أن تشعر بأنها مميزة وتحصل على اهتمام كامل. المدخل الوحيد هنا هو الباب الخلفي لأنهم قاموا بإغلاق باب الكراج. تقع غرفة الجلوس على الجانب الآخر لهذا الجدار. آخر شيء سنقوم به هو إخراج الباب، وبهذه الطريقة لن يدخل الغبار إلى هناك ولن يشاهدوا ما يكون. أيمكنك الإمساك بهذه؟ سنرى ما إذا كان بمقدورنا تحريكه دفعة واحدة. أعطني هذه لو سمحت. نحن هنا اليوم لأننا سنقوم بتصميم غرفة لك ولأختك. سنحضر المقاعد المحشوة ونضعها على الأرض لجعلها أجمل، لذا نريدك أن تشاركي في تصميم غرفة أختك. حسنا. هيا بنا، يا له من متجر كبير. لون لورا المفضل هو اللون البرتقالي. ما رأيك بهذا؟ أخبريني، أليس مناسباً؟ أحب اللون الأزرق. إذن تحبين اللون الأزرق؟ هناك درجات مختلفة منه. ما رأيك بهذا؟ أعتقد أنك مجنون. حسناً، هيا بنا. أعجبك هذا؟ أجل. سنصنع المقاعد من اللونين. بلونيهما المفضلين. أي يمكنك أن تمسكها؟ خذها معك إلى ذلك الحادث. ربما كان لوح العداد الكهربائي آخر شيء استخدم قبل ظهور مفتاح قاطع الدارة الكهربائية. إنه قديم، لذا طلبنا من العاملين تركيب لوح للقاطع. سيزود المنزل بطاقة أكثر.
هذا سيعجبها، إنه يعزف الموسيقى. قد تصاب بالإحباط، هذا لن ينجح. هل سيعجبها هذا الشيء؟ أجل. هل سيعجبها بوجود دارين عليها؟ لا. لصنع أرضية دافئة في المرأب كأرضية المنزل، علينا أن نعزل أرضية المرأب وجوانب الجدران، ثم يمكننا تركيب الأرضية الجديدة. يسمح لنا ذلك بإحضار أنابيب التدفئة من نظام التدفئة الحالي لتدفئة الغرفة. في الكثير من الأحيان يقوم الناس بوضع إضافات، لكنهم يضعونها فقط على مناطق معينة. الجو بارد في الشتاء، لذا إن لم تحصل على تدفئة ستكون الغرفة باردة. مرحبا سارة، دارين وأنجيلا. قضيت وقتا رائعا بالتسوق مع الجميع، كان الأمر ممتعا بالفعل. سأذهب أنا وأنت لتقليم أظافرنا الآن، عليك القيام بأمر ممتع. كيف كان الأمر عندما ذهبت وقمت باختيار أشياء لغرفة لورا؟ كان الأمر ممتعا بالفعل. تريدين مستحضرا عاديا أم لامعا؟ لامعا رجاء. أحد أسباب قيامنا بهذا لكي أعرف ما هو شعورك حيال لورا. الأمر صعب لأنها تؤذيك في مرحلة ما، لكن لا يمكنك بالفعل البقاء غاضبة منها. أنا أكبت مشاعري كثيرا لأنني أشعر أن والدي ليسا بحاجة إلى توتري أيضا. يملك الإخوة الصغار ذوي الاحتياجات الخاصة تحديات خاصة بهم، وتعاملت سارة معها بشكل ممتاز. كان يوما رائعا، لكن لا يزال هناك الكثير. لا نخرج معا كثيرا، هذا رائع بالفعل. لا أملك أدنى فكرة بالفعل عما سيحدث اليوم. عندما عرفت أن علاج لورا يقوم على اللعب أساسا، لم يكن هناك مشكلة. سنصنع غرفة ألعاب. ما أستطيع القيام به هو دمج المرأب مع المنزل. أستطيع صنع غرفة علاج للورا. لا نخرج مع بعضنا كعائلة كثيرا، تثير لورا المشاكل في أي مكان تذهب إليه، حتى إنني لا أذهب إلى السوق. تحتاج العائلة لقضاء وقت معا، وسيكون من الرائع إن ذهبوا إلى اسطبل تعليم الفروسية الذي يركز على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فنحن نعرف أن سارة تحب الخيول. أود أن أرحب بالجميع في كارد التي تعد وسيلة علاجية لركوب الخيل، وأحضرناكم جميعا إلى هنا لتركبوا الخيل كعائلة. هل أنت مستعدة لورا؟ لا نخرج معا كثيرا، نكون منقسمين دائما، يأخذ ألان واحدة وأنا أخذ الأخرى، لذا هذا رائع بالفعل. لا أريد الخوذة. عليك أن ترتدي الخوذة. كل شخص يمتطي الحصان يرتدي الخوذة. انظري، يرتدي الجميع الخوذ. هذه المنطقة هي منطقة الركوب، هنا سنمتطي الخيول جميعا. تدخل سارة دائما إلى عالم لورا وتتكيف معها، واعتقدت أنه سيكون من الرائع جدا أن تتمكن من المرور بتجربة مع لورا في عالمها. لو كان بمقدورك وضع بعض الثقل على ذلك. كان باب المرأب معزولا بشكل كاف بالنسبة لمرأب وليس بالنسبة لمكان داخلي، لذا حرصا على جعله مكانا مريحا للورا والعائلة، قمنا ببناء جدار مناسب سيجعله متناسبا مع باقي المنزل. لم يرغبوا بأن نقوم بتغيير الشكل الخارجي، بهذه الطريقة لا يزال يبدو من الخارج بأنه مرأب ملحق بالمنزل، لكن عند الدخول سيفاجؤون. هل عرفت بأمر هذا؟ لا، لم تكن لدي أدنى فكرة بالفعل عما يحدث اليوم. أحضر والدي أغراض حصاني، لذلك لم أعرف بالأمر. دور لورا، هيا للأعلى. لا، هيا، إنه لطيف. أنا متأكدة أنه كان من الصعب أن تراقب ماري وألين لورا وهي تمضي وقتا صعبا على ظهر الحصان مع المتطوعين، لكنني سعيدة جدا لأنهم سمحوا لهم بتولي الأمور. انظروا إلى لورا الجميلة تمتطي الحصان، ها هي تنطلق. قامت لورا بعمل جيد، كانت تحرك يديها كثيرا وكانت فضولية، لكن بالنسبة لامتطاء الحصان كانت تبلي جيدا. قولي آسفة. آسفة. عندما يتعلق الأمر باختيار أرضية الغرفة، قررنا استخدام مادة مصنوعة بالكامل من غطاء أرضية طبيعية مصنوعة من زيت بذور الكتان وخشب الأرضية والحجر الفلسي، إنه مقاوم للكهرباء والبكتيريا. نسميه المادة الجاهزة. عندما تقوم بتركيب المنتج لن تكون مضطرا لوضع أي مادة مكملة له. بما أن الجميع يمتطون أحصنتهم، دعونا نقوم ببعض التمارين. هنا، ارمها. رميتها.
سارة، ستقومين بالمرور الآن بمسار الحواجز. هاي، نجح. تصفيق جيد لورا، فتاة جيدة. أنا أركب الخيل. هاي. كان من الجميل رؤية سارة ولورا تقومان بنفس الشيء، إنه أمر لا يحدث بالعادة ولم يحصل من قبل مطلقاً، كان ذلك مميزاً. هيا. عندما عرفت أن علاج لورا يقوم على اللعب أساساً، لم يكن هناك أي مشكلة، لذا سأصنع غرفة للعب وسيعطيني هذا شيئاً أعمل عليه، إنها تشبه غرفة اللعب، يعد لعبها علاجاً، لذا سأتحدث مع المعالجة وسأعرف ما هي الألعاب التي تلعبها وما يفيدها، وأضعها في أنحاء الغرفة لتبدو في النهاية غرفة للعب والتعلم. ابتسامة كبيرة، ابتسموا. بالتأكيد سنفعل هذا مرة أخرى، أمر يستطيع أربعتنا الاستمتاع به معاً والتواصل على نفس المستوى، إنه أمر رائع. سعدت بلقائكم، أمضيتم وقتاً رائعاً؟ كثيراً. كانت فرصة جيدة للورا لأنها تشاهدني أمتطي الحصان دائماً، وأعتقد أنها كانت فرصة جيدة. يضع المصممون اللمسات النهائية فقط، لا أطيق الانتظار حتى ترى العائلة ذلك، لكن الأمر الأهم من ذلك عندما تدخل لورا إلى هنا وتبدأ باللعب. كم أتوق لهذه اللحظة، لا أطيق الانتظار أبداً لأرى وجه لورا وماري وسارة. أتمنى الحصول على بعض الراحة فقط، لا أطيق الانتظار لأرى كيف سيؤثر هذا على حياتنا. أيها الأصدقاء، اتبعوني. كانت الغاية من تجديد المرأة بتوفير مكان يمكن أن تحصل لورا فيه على العلاج وتكون بمأمن فيه، والغرفة لاستخدام العائلة أيضاً. مدهش، إنه ينزلق. يا إلهي، يا إلهي، رائع، إنه رائع. نريد غرفة تستطيع لورا القدوم واللعب فيها، لكن بما أن المكان مخصص بالكامل لغرض العلاج، لدينا هنا منطقة للعب وسرير للعلاج مساحته كافية بحيث تستطيع اللعب عليه. كما يوجد هناك نظام للتخزين حيث تستطيع الحصول على أشياء مختلفة في صناديق مختلفة، ومكتب رائع مرتفع وقابل للتعديل حسب طولها ويلازمها خلال فترة نموها. قلتم إن الموسيقى كانت بالفعل شيئا رائعا يحفز لورا، لذا توجد سماعات في جميع الزوايا الأربعة، انظروا إليها، هناك آيبود أيضا. لقد وضعته على ارتفاع كبير ليكون على مسافة جيدة. كل شيء في هذه الغرفة مرتب لتستمتع بها، إنها مجهزة وحسب ذوقك، فقد اخترت العديد من الأمور. هناك عدة أشياء ساعدت على اختيارها، فقد اخترت المواد للكراسي المحشوة، هذه الكراسي من اختيارك، والألوان هي ألوانك المفضلة. إنه جميل بالفعل. الأمر الرئيسي الذي نريد القيام به هو إبقاؤها ممتعة بالنسبة للورا، بحيث تكون غرفة ترغب في البقاء فيها دون أن تقلق عليها، وأن تحصل على مساحة حرة تستطيع القيام بأي شيء تريده فيها، وأثناء قيامها بذلك يمكن أن يكون ذلك مفيداً. شكراً جزيلاً لك. شكراً. شكراً جزيلاً. حسناً. لك. بعد أن قضى المصممون يوماً مع سارة، ذهبوا إلى غرفة نومها وأضافوا بعض اللمسات الخاصة. تفضلي بالدخول. قام دارين وأنجيلا بعدة أمور هنا. أعجبني ذلك. ذلك الكرسي جديد لتستضيفي أصدقائك، يمكنك قضاء الوقت معهم هنا. الفراش، ما رأيك به؟ أعجبني، إنه رائع. هيا حبيبتي. قام سكوت بعمل رائع بالفعل بغرفة لورا، وأنا متحمسة كثيراً لإعطائهم بعض الوقت لاستخدامها، ثم نعود لنرى كيف تجري الأمور. إذن كيف تجدها لورا؟ إنها تحبها. حالما تستيقظ في الصباح تنزل على الفور إلى غرفتها، لا تريد المغادرة بالفعل، إنها تحب المكان. كان الاختبار عندما تركتها وحدها تلعب على الأرجوحة وهرعت إلى الأعلى، وعندما رجعت لم ترمش حتى وقالت أمي راقبيني، بينما كانت تستمر بالتزحلق. إنها تستخدم الألعاب.
هل لاحظت المعالجة اختلافاً بالحصول على هذه الغرفة للعمل مع لورا؟ أجل، تقول إنها عملية جداً، كل شيء يجري على نحو أفضل مما كانت تتوقعه، وبإغلاق الباب يكون الإزعاج أقل. اتصلت بالمدرسة لتقول إن مراحل التطور الأولى كانت ممتازة، إنها تشارك أكثر وأكثر وتركز أكثر بعض الشيء. ألاحظت تغييراً في العائلة بالحصول على هذه الغرفة؟ أجل. حقاً؟ ما هو أكبر تغيير لاحظته؟ يشعر الجميع بالارتياح. كانت سارة متوترة قليلاً، أقصد لم تؤذها لورا عشر المرات التي كانت معتادة عليها، وهذا رائع لأنه بحدوث ذلك كنا نشعر جميعاً بالتوتر. علينا أن نحضر لك بعض الأحذية. حسناً. أمضيت وسارة بعض الأوقات معاً بالحصول على الغرفة الآن، إنها تتيح فرصاً وإمكانيات جديدة، لذا سنعتمد على هذه الأشياء بالطبع. شكراً لكم.